أهلا بكم. ها هو الصيف قد عاد من جديد وبدأت الفواكه الموسمية في الظهور، ولأن البطيخ فاكهة الصيف المفضلة عند الكثير من الناس، فاليوم جمعنا لكم بعض المعلومات التي قد تساعدكم في اختيار البطيخة المثالية عند شرائها. يعتقد الكثيرون أن البائعين أو المزارعين هم فقط من يعرفون كيفية التفرقة بين بطيخة وأخرى على حسب جودتها، ولكن بخطوات بسيطة وبملاحظة بعض العلامات المميزة على ثمرة البطيخ ستستطيع أنت أيضا اختيار البطيخة المثلى والأكثر حلاوة. وفي هذا الفيديو سنتعرف معا على تلك الخطوات، ابقوا معنا. النقطة الصفراء. عادة ما يتميز سطح ثمرة البطيخ الناضجة بوجود بقعة صفراء أو برتقالية مائلة إلى الصفرة عليه. تلك البقعة أو النقطة الصفراء تعرف بالفيلد سبوت، أي بقعة الحقل، وهي المكان الذي استقرت فيه ثمرة البطيخ على أرض الحقل، وهي علامة على نضج ثمرة البطيخ وحلاوة مذاقها. أما إذا كانت تلك النقطة مائلة إلى البياض أكثر منه إلى الصفرة، فهذا يعتبر دليلا على عدم نضج الثمرة. البقعة البنية. تتميز ثمرة البطيخ الناضجة بوجود بقعة بنية على شكل شبكة فوق سطح قشرتها، وتلك البقعة تعني أنه أثناء عملية التلقيح قام النحل بلمس الأجزاء الملقحة من الزهرة عدة مرات، ولذلك فتعتبر تلك البقعة هي دليلا على نضج الثمرة، لأنه كلما زاد التلقيح كلما زادت حلاوة الفاكهة. الذكر والأنثى. الكثير من الناس لا يعرفون أن المزارعين يميزون البطيخ حسب الجنس، وأنه يسهل التمييز بين ثمرة البطيخ الذكر والثمرة الأنثى. فالبطيخة الذكر تكون أكبر حجما ومائلة للشكل البيضاوي، كما أنها تحتوي على نسبة أكبر من الماء، ولذلك فيكون مذاقها أقل حلاوة. أما ثمرة البطيخ الأنثى فتكون أصغر في الحجم وكروية الشكل، وبها نسبة ماء أقل، لذلك يكون مذاقها أكثر حلاوة. حجم الثمرة. احرص دائما أثناء شرائك لثمار البطيخ على انتقاء الثمار متوسطة الحجم، وتجنب الثمار الكبيرة جدا أو الصغيرة جدا، فالثمرة المتوسطة في الحجم تكون دائما أفضل من حيث الطعم. والأهم من ذلك، سواء كبيرة الحجم أو صغيرة الحجم، فيجب أن تكون الثمرة ثقيلة، وهذا في الغالب يكون دليلا على حلاوة مذاق ثمرة البطيخ. الذيل الجاف. إذا لاحظت أن ذيل ثمرة البطيخ جاف، فهذا يعني أن الثمرة ناضجة من الداخل. أما الذيل الأخضر للبطيخ فيكون علامة على عدم النضج، ويدل على أن تلك الثمرة تم حصادها مبكرا قبل نضجها. شكرا على المشاهدة، وننتظر آراءكم في التعليقات. ولا تنسوا، إذا أعجبكم الفيديو اضغطوا لايك وشاركوه مع أصدقائكم على مواقع التواصل الاجتماعي، واشتركوا بالقناة ليصلكم كل جديد. إلى اللقاء.